السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والاسم منهم معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكالنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فارفع بالضمين وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني النمر. وارفع بواو وانصبا نبي الألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشر ذا الإعراب أن يضف للا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. المعرب والمبني هذا محله. وهل كتب الله يا مصنفك كلمات كمعرب كاية كلمات كمبني كاية حصول شيقي كلمة سد عقابين أي أقيم سنته اسم إيا فعل إيا حرف من هو الباع لابوين كلمية قاننا وصول شيقي اسمك شن على أي أصول شيقي فعل كان أفر علامات حرف كان أهل علامة وعلامة الآن. كذب كلمويين كاسد حدا مد والباء إعراب يبنى نصيبك وكلية هي يدون يا إن أشيغو يمد والباء وحا أكينو. والاسم اسم منه اسم أيو كمد يهي معرب مثل إعراب أيو، ومبني مثل بنين ينا واكمد لشبه شبه درتي أي الله بنين شبه أو مدنين دوين أيو من الحروف حروف تأو دوين أيو. اسمي يا فعلي يا حرف سد حلاك كلمدود من والبا إعرابي بنوح أولي هي أيدون يا إن أشاوى اسمي يا يسوهر مريم وأشرف بدن يهي ذات التصياص دا يؤشرف بطي. اسمي معربي مبني لبدأ أولي هي وحوسي أصل أولي هي معرب نمو اسمي إن لا إعرابه يا أصلا إن لبنا يا أنا فرع بكي هي سبب كان وحا ويان اسمي وحا قلا معاني إعراب الآن أن لفهم كريم سلا يعرابك أصل وياش. اسمي هذي لا إعرابه أصل ويانه اللي اسمه يدين مايو لما أعرب الله ديه مايو سببك واحد ويان وأصلك شيء وحو أصل أولي هنا اللي اسمه ويديو هذي لا بلا يو اسمي بناها فرع بكوية أصلك ماها بناها ما دام فرع بكوية هنا والبو ويديني سببك اللو بنايه محوية هاي اسمي هل سبب أي الله بنايا هل كي سببنا مصنف كاشيغي وسيدا راجحا هل كي سبب أوحا ويان اسمي شبهيد حرف أو شبهي درت هذا أي الله بنايا اسمي هدي أو حرف شبهه مبني بو نغانا يا سبب كلو مبني أو نغانا مجرده سيدا أيو شيغي مصنف كاشيغي سيدا أيانا راجحا كدبنا ميلها أو كشبهي أيو شيغي دونا. والاسم المبتدو ويان منه وخبر معرب تضم بأي مبتدل بالله معرب تضم به متدلب هذا ويان منه أي خبر كا منه إيه معرب واسم ذاتانا مبتديه هو رأي خبر كي هي ومبني مبتدى ويان خبر كي أي أحد فن إن لا عرفه معرب الله وعرفه ولا جو ناكسين هي وايو اسمي قال بقيب ويانه معرب إيه مبني وحل قيب ينقون يا مركا هذه لا عرفه ما هاي معرب واقيب مبني أنا واقيب من تتبعيد يده حرف ويان سيدة راجع زبخشري يقول الله سعطاء يوحي كوضان من تهدي تبعيديتها هو اسمي وبمعنى البعض ويه تبع اسمي هدي اللي يرهدان منه ذا لفت ذا مبتدى النقوني. والاسم اسمي منه اسمي أيو كمدي هاي معرب مثل إعرابي إيه ومبني مثل بنين أيو لشبه وإكانشة درت ذا أي الله بنين شبه أو مدن دوين من الحروف حروف دوين
يعني شبه اسمي مبني كدغيو وانو يهي شبه حوق بدن او اسمي حرف ادويو حرف لو مليي كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن الفعل بلا تاثر وكافتقار اصلا كشبه الوضعي وذلك شبه اسمي بنها اكيني ولبا حرف ادوينيو كشبه شبه ويا الوضعي دجن لو نسبي في اسمي جئتنا جئتنا لبديده اسمينا كسغن والمعنوي وكشبه المعنوي شبه معنوي اويه وفي متى وفي هناك كلا سغن وكنيابه كنائب نغشا عن الفعل فعل لغنائب نغدويه بلا تاثر عامل كسامول انتي وكافتقار باها شويه افتقارك اصل الاسلي يعني وحو ليهي اسمك مبني وحو لنقضى شبهي حرف اشبهي افر موضع مد انبونك شبهه افرت موضع واحد وضعك معناها افتقارك يو بلا تاثر استعماله حليله افرت الرماد ايو كشبهه سيدا ايو اشيغ المسلف waxaa jira shabah ismi xaraf u shabahayo saddex qayb ayuu u qaybsamaa ismi lawga hore ismi inuu xaraf shabaho saddex qayb ayuu u qaybsamaa shabahun asliyun walaa yakunu illa mujiban shabahun aaridun mujiban lilbina shabahun aaridun mujawizun lilbina saddex qayb weey ismiga xaraf inuu shabaho shabihidaasina asal ay tahay mar haduu shabaha asal yahay binaha waajibinaya war kale ma jiro iyo shabah caarida ismiga waagi hore xaraf ma uusan shabihi jirin gadaashan oo xaraf shabahay shabahaasina muujibu lilbinaa'i weeyaanoo binuhu waajibinaya iyo shabah caarida mujawizu lilbinaa'i oo binaha aan waajibinayn saddexda qayb ayuu u qaybsamayaa shabahan uu ka hadlayo musannifka waa shabaha asliga ah binahana waajibinayo wax kaleba ma noqdo shabaha asliga waxaa loo jeedaa kelimadan sida loo arkay weligeedba xaraf bay shabihi jirtay miaal في اسمي جئتنا وحوجي إذا لبدا الضمير يكون ترى فاعل كي مفعول به جئت هذا هو فاعل ناظر هو مفعول به لبدا الضمير وحي شبهه يعني حرف وحي نك شبهه يعني حق وضعه وضعه يكشبهه يعني واحد لوجي إذا حرف هو أصل أولي هي هل حرف إنه نقضه أما لبا حرف إنه نقضه اسمي هو أصل أولي هي سد حرف ويران إنه نقضه يكبدا اسمي سد حرف هدي أكير هذا oo laba xaraf ama hal xaraf haddii uu noqdo ka yaraanshaha saddex xaraf uu ka yaraadayna aslul wadcigiisa uu yahay ismiga sida lagu dejiyaa sidana waxa lagaba xadfin ismiga sida lagu dejiyay waadicii hore dejinayay sidan uu ku dejiyay ismiga xaraf ayuu shabahay wadciga iyo qaab dejinta ayuu ka shabahay shabahana waa asalo damiirkan weligiiba sidan u buuhaa damiir shan xaraf iyo lix xaraf ma jirin mar hadduusan jirin oo jiitana taadan faacilka ee weligeed hal xaraf bay ahayd yani waa si kale inta ay ahayd la bedelay ma jirto shabahaasa asli la yiraahdaa muujibun lilbinaa'in shabah caadada waxa loo jeedaa kelimada waagi hore xaraf ma yeeshay shabihi jirin laakiin mar dambe ay shabahday shabahan marka dambe ay shabahday ayaa laba u qaybsamayaayo binaha inuu waajibiyo iyo inuusan waajibinin shabaha caadadka isla markaa binaha waajibinaya waxaa ka mid ah لا تعملوا عملا إنا هدو اسم النقض سواء مضاف يشبيه بالمضاف من ذناءهين سيد الله رجل في الدار رجل وأيه الحرف مش به جرين اسمها اسم عادي ومعربوها جاء رجل رأيت رجلا اسم معربوها لا ذن اسمه النقض أي وحي أكي أنت يشبهي الحرف أشبهه من استغراقية اللي يرهدو أي يشبهي وأيه شبهني وعارض مرضا بويمي وانا موجب للبناء لا تعملوا عملا ان اسم جيد مبني انه نقضى ولازم مضاف يشبههم بالمضاف دو صناعين وعلى مدى مناداه يا رجل يا زيد زيد واجي هنا مبني ما هين اسم معرب عادي بو هاي حرف موسى شبيه جدا شبها مرد بو يمي وشبه عارضه اسلام مركا موجب للبناء شبه عارض ومجوز للبناء قيبت سدحه اسم كان حرف موسى شبيه جدا واجي هنا مر دنبو شبهي شبها دنب آدو ما حوق بدنا إنو سن آدو حوق بدنا يندر تيدا بناها مواجبين أيه وبنين أيه مجوز ويه سيدا اسمي أيه اللي إضافي شروط كان راحان إذا لغيه لي بول إضافة كماري دونا إن شاء الله تعالى
مبني بان لو اضافيه هبرها انو كسبدا سوروبي كرايو ان لبنا يا سوروبي كرته وابني او علم ماك اذا قد اجريا واختر بناء متلوي فعل بنيه اي صوله اني اسمي مبني لو اضافيه ان لبنا يا بنان يوم او كلي هدي لو اضافيه مبني اما جمله لو اضافيه في بعض الاحيان جمله لو اضافيه حرف بيشبه افتقارك اي كشبه مبني بين قوني افتقارك محلوق بدنا بناها جائز ويان هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لبا قروي هذا يوم هدي لا يراه يوم معرب ويان ومبتدا خبركيس هذا يوم هدي لا يراه يوم هذا ومبتدا خبركي لكن هو مبني مبني على فتحه في محل رفع حلو بني هي جمله لو اضافيه جملة لو إضافية أي حرف كشبه ذي شبه حرف أي شبه ذي إسلام مركا أنا عارضة وحو بنية إلا بنية واجب سماها بنا سدها قيبة أقيب سمية شبه اسمي حرف أشبه أيو سدها قيبة أهوري وشبه أسلقة يمصنف كحالك كشبه شبه أسلقة أفر قيبة أقيب سماء اسمي حرف كشبه أيو وحونا كشبه وضعه وضعه وحا لو تشيدا سيدا لو دجي حرف وحا أصلا إن لو دجي هالحرف أما الله حرف سيدا إياه بضان اسمي أنا وحا واصل ويران سيدا حرف اللي قد تجيه سيدا حرف إياك بضان اسمي هل حرف هدي أول نغضه سيدا الضمائر تقايب كميدا أما الله حرف بو النغضي مبني بو نغضي يا اسمي حرف أي شبهي وادعقونك شبهي شبه الله هو اسمي إنه حرف شبهه معنى كودشينك شبهه حرف كوثو تسيا معنى جزية معنى قيبية رأي تسيا سلامر كان على فهمي كريم إلى غير كي لجليه اسمي سيدا سلم إذا هدي وتسيه معنى جزية معنى ير أيك تسيه معناها سنا اسمي الله استقلالي كرو إلى غير كي لجليه هي اسمي أنا حرف أي شبهي معنى كجدش ولا كشبهي وسيدا اسم الإشارة أسماء الإشارة وهي شبه هذا حرف وهي نكشبه إشارة هو معنى جزية اسمي قال معنى جزئي أيو قدنية قدشدها معناها جزئي قدنية أيو حرف كشبهي وعاكم إذا اسماء الشرطي اسم الشرطي معنى قدنية شرطي معنى ومعنى جزئي حرف أيو شبهي اسماء الشرطي ولا بنية دم أنت هو مبني إلا أيو نموية اسمي قال حرف كشبهي معنى قدشدنا كشبهي لبقب أيو أقب اسمه حرف موجودة إن أشبهه سيدا اسم الشرطية يا اسم الاستفهامك معنى معنى الجوجوتا حرف أي شبهين معنى كوجودا شذا أي ينك شبهين حرف أي شبهين حرف موجودة ويانه أسماء الاستفهام همزة الاستفهام أي شبهيان أسماء الشرطنا إن شرطية أي شبهيان حرف معدومة إن أشبهنا واسولو ذا اسمي حاجة معناها وكشبه حرف إن لد الجيو أي هبونة لكن إن لد الجين واسم الإشارة حرف أي شبهية معنى كبودة شذا أي كشبه سيدا أي مبني للنغضي لكن حرف أشبهية حرف مستعمل ما حرف لدجي لا استعمال ما حرف هبوران لها إن لدجي أي شبهي شبه سيدا حلوى استعمالي استعمالي وحا لو جينا حرف كوحا لو استعمالا إنه عمل فلان لو عمل فلان حرف عمل فلان مررت بزيد بزيد زيد مجرور بالباي زيد وحا جري وكو عمل فلان باي بعض سلوك ما عمل فلية وعاملك عمل فلية بعضنا محلك سيطال عليها مجرد اسمي سيدا سيلا ميدا هدو عمل فلان لغو عمل فلين اسمي هو عمل فلية لكن عامل بمقاله اسمي مبني بنقرية حرف أي شبهي ويونك شبهي حق استعمالك سيدا حرف أي الله استعماله وأسباب الأفعال اسم الفعل هو عمل فلية وحبه رفعية وحبه نسبية لكن أقول لكم عمل فلية اسمي مبني بنقضي حرف أي شبهي حق معنى حق استعمالك أيونك الشبهي شبه أفراد المصنف والنوشة إسلام مركا أنا أسلق أواء افتقار حرف ولي وحبهي هي مال أقلو معنه سأو كاتوسيو حرف هدوسا مال أقلو معنى كاتوسيو سنهلين معنه لما فهمك له اسمي سيدا سلم إذا هدو أبا هدو مال أنت أقلو معنى أكاتوسيو هدوسا قلينا معنه سأل لفهمك لين اسمي مبني ويان حرف أي شبهي افتقارك أيونك شبهي سيدا
اسمك موصول وكلا اسمك موصول سلو أباهية هي عايد سلية عايد هذه أن لوهي للمعنيه سلما فهمي حرف أيو شبهي افتقارك إيا باهدة أيو كشبهي اسم هذا جملوين كالله إضافية إيا كاميدا أفر تاي وج واسمك حرف وكشبهي شبهان أسلي ويهي أيو مصنف كهالك كشي كشبه الوضعي وخبر مبتدا كحذفيا هي وذلك شبه مدن من الحروف ابنهن واجبين يكشبه شبه او كلوي شبه الوضعي دجنت لو نسبيه شبه الكائن كسغنا في اسم جئتنا جئتنا لبديده اسم كسغنا فاعلك يا مفعولك اجيدا جئت تاسي وا فاعل ناظر هو مفعول لبا اسم وي لبدا اسم حرف اي شبهين وحين كشبهين حق وضعه هل حرف أم الله حرف وي والمعنوي وكشبه شبه وي المعنوي حق معناها الله نسبينه معنى كبودش في متاء وفي هناك كرسوا متاء واسم الشرط أما واسم الاستفهام لبدو الله استعماله هنا أنا واسم الإشارة متاء اسم الشرط هذه أي تاي أما اسم الاستفهام لبدو حرف موجود أي شبه اسم الشرط غنى إن أي شبه هذا اسم الاستفهام همزة الاستفهام أي شبه هنا حرف غير موجود أي شبه حرف أنجوجينه هبوران لها إلا دجال لك أن لا دجينين أي شبه وكنيابة كنائب نقشويان عن الفعل فعل لغنائب نقضه بلا تأثر عامل كسامو لأنت يعني اسمي يبوحي شبه حرف حق استعمالك أيوك الشبه سيدا حرف أي الله استعمال أيو حرف حلو استعمال إنه عمل فلو أنا لقو عمل فلين اسمي يهدو عمل فلون لقو عمل فلين مبني بالنقرة يا حرف أي شبهة حاجة افت حاجة وحكي شبهة استعمالك وكان نيابة على الفعل فعل بكنا ابن غضي اسمي حاجة عمل فرق إلا فعل بكنا ابن غنايا كقد ديانا يا حرف كقد ديانا بلا تأثر عامل لك وسو سامو يا عامل قلي يا مجرو وكافتقار بها شوية افتقارك وأصل إلا أسلي اسمي مب ومفتقر وبهي هي باهذا أن أصل ويانو ولي كمزول يسو باهلا هذين أصل هين عارض أيتها بينها مواجبين يسوع جائز بيكدني سدا يوم أكل جملة إلا إضافة أباهني في بعض الأحيان ويانه مر والبما باهنا مر كبينها واجب من مغني وقفت قارن السدا ومعرض الأسباء أسباء الإعراض يوم ماكي ويقد سليم النبض قلبين شبه الحرف حرف شبيه كنبض قلب كأرض وسماين اسمه معرب كوا اسمه شبه الحرف كنبض قلب اسمه هدوس الحرف شبيهن معرب النغنية وحالميه هدو حرف شبهه لكن شبهه ضعيف هي وصل تبر بدنين شبهه وحال دونيا انه نغدي شبه من الحروف مدنين شبه حرف ادوينيو شبهه هدو سن حرف ادوينين هي ضعيفه معرب النغنية اسمه مبني من النغنيه ومعرب الاصبع اصبع الاعراب يوماكي ويقد سليم النبات قلمين شبه الحرف حرف شبيه كنبات قلمين كارض واسدة ارض اوكل وسماء واسدة سماء سماء لغه في اسم وي اسم لغة إلهي اسم والي يرى هذا سم والي يرى هذا سمة والي يرى هذا سما والي يرى هذا واللغوين إلهي خداري قوح وخوص كترين إياه لغوين كإلاء دور إلاء شريطان ميلها واسم وإسكاليه اسم سمة واسم سماء كذا سما وحاسو تريه وفعل أمر ومضي بنية وعرب مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي يرعن منفتين وفعل أمر ومضي فعل أمر إيا ماضي بنيا لبدا ولا بني واعرب النحويين وحي اعرابين مضارعا مضارع اعرابين ان عليا وهدئ كقوانادو من نون توكيد ادكين نونتيدا مباشرين اي كدبا دغن اي ومن نون اناثين ديغان نونتيدا كيارو عنا ويرغغخينيا ويدو ماركي منفوتينا روحي لا امتحاني اسمي معربكي يا مبني ايو كسوبخاي مصنفكا فعلي معربكي يا مبني يا ميد ولبا وخا كينو ايو شيغيا فعل معرب نما يا مبني نما معرب مبني نما اصل اليه فعل واصل اليه بناء اعراب مرك لا يراهدو البناء ان لا اعرابانا وفرع او اسم فعل ان لا اعراب اصل ما هذا فعل ما دام بناء اصل اليه فعل لا بناء الاسويدين ما يلم بني ما جرت واصل كيس فعل لا اعراب سي ولا ويدين يا يو لما او عريبا حلو اعراب فعل مضارع يا معرب بشروط أن أيوم معرب كياه، نون توكيد مباشر أيه نون نسوي أن ينقلن أيوم معرب كنا قنيا، وحلا الله إعراب فعل جم مضارع وشبهها اسم،
عام أهان أسباد يشبهه، خاص أهان اسم فاعل يشبهه، وحركاتك هي سكراتك هي معاني هي وحيابك شبهه. شبيه دا اسم يشبهه درت هذا يا فعل الله إعرابه مضارع. صدق غيب أي فعل قيب سما ما هذه يا أمر يا مضارع. صدق غيبين وقيب سما يا متفق ما هو مختلف. كوفيين أيها وحي أقيبيان سدح غيب ما يوحي نجينا بسريين أيها سدح غيب أقيبيان كوفيين لبا قيب كلا أيها أقيبيان بسريين أيها سدح غيب أقيبيان يو ماضي يو أمر يو مضارع أقيبيان من كوفيين لا يرهد وحي ليهن فعلك هو ماضي يو مضارع كلا أمر وحي يرهدان مجرو وأمر كان يضرب يو أقتل يو سريري ليسان وحي ليهن وفعل وأمر ما يوحي نجينا وفعل مضارع والله الأمر أي كجرتي لام الأمر كي للتخفيف اللوحد فيه حرف المضارع عدنا لخوف الالتباس اللوحد فيه اضرب أسل كيبوث وأهاب إليه لتضرب لتضربني يهو قراع لام تلام الأمر وي تاضر حرف المضارع وي فعلي ومضارع هل لام تبا لحد فيه لكثرة الاستعمال استعمالك كبطي ولام تي أيا لسكحد فيه تضرب النغضي هل فعلي مضارع كلين أمر كأهين أيو كده قلمي حرف المضارع دي حدث كذب حرفك كحجة هدي وربيه هاي حمزة الوصل وسوق هذا هدوس الربانين نمر بحركتي وفعل مضارع لام الأمر محذوفة للتخفيف الوجزمي سلا إليهن كوفيين بسريين نوح إليهن ما يفعل أمر وقسم رأسي يقولني لي أتاقني ماها فعل مضارع سلا إينا راجحة وياه فعل مضارع معرب وي لبذا كلينا ومبني فعل أمر وجود كيس هذا مختلف هاي هديب الله يسكو هديب اللي يراه فعل أمر وقسم جارهانيد التاجن أنا سراجحة فعل أمر كم مبني ويان ومبني إنه وياه قلنا أمر وذا تا اسكو ما خلاف سنة فعل ماضي متفق ويا وجود كي بنيه سنة متفق وي فعل ماضي فعل اللي يراه إنه كلا والسكو وافق سيه مبني إنه وياه إنه والسكو وافق سيه لكن واحد لقوا بيننا يلا اسكو خلاف سيه كوفي بسريين وحي ليه ولقي فتح الوبنا يا فعل ماضي فعل ماضي ولقي فتح الوبنا اما موجوده واما مقدره ضرب يا قتل يا دخل هدي او يحي فعل ماضي بنيه فتح الوبنا يا موجود وي واو الجماعه هدي لا حريريو اما ضمير رفع المتحرك اللي قدام دجيانا بنها فتحها الوبنا يا مقدر بو نكونيا ضربت يا ضرب لا يراه كوفيين وحي ليه فعل ماضي سبع حرمه ميد با لو بنيا اما فتحين لو بنيا هذه أمر لا لحريرين إما الضمة إن لقوا بنيه وهو الجماعة هذه لا لحريرين وضربوا إما سكون إن لقوا بنيه ضمير رفع متحرك هذه لقوا دبديتيو ضمير رفع متحرك سيدي ضمير ويان مركز ذا نقان دوننا ضربت ضربنا هذه اللي يرهدو وياي فعل مضارع وجودك سوى متفق فعل مضارع فعل اللي يرهدين وجل والسكوة فخصيهي معرب إن ويهينا متفق وياسنا الاسكوة فخصيهي لا بعرف الموضوع يا ليش خلاف يا يو فعل مضارع إنه التوكيد يا إنه النسوة هدي أي قشة مبني مية كذي جيان يعني مسكت لي مايا ومختلف مضارع معرب مركه أوي هاي هدي لنا نسبيا أم اللجز مية اللس هل يا هدي لنا رفعي عامل رفعنا يم أوي هينا إذا نوى مختلف وأفر وجه يا ليش خلاف سيجاي فعل مضارع معرب ويان معرب هدي لي رأي عربك وقادنا يا ورفعي نسبيا جزم سلام مصنف قبل صوّله عوامش عمر كيلو شيء دونا مصنفك. فعل جم مضارع مرك الله مرك اسم عربي هاي. نونو توكيد يا نونو نسوة وإنا ينقلين. نونو توكيد مباشر هدي أي قشو. مباشر واحد الله راعينا يا. نونو توكيد كهدي لفظا أو تقديرا نمد أن لغة فصل يوم عرب النغاني. نونو توكيد فعل جل حدا ستي. لكن لفظي هان أي لغة فصل يو. واو الجماعة أما ألف الاثنين أما ياء المؤنثة المخاطبة يا فصلين. لا تبلون في أموالكم فإما ترين من البشر أحدا ولا تتبعاني ضمير هذا صدى أفصلي أو فعل جاي نون تأكل فصلي فعل جوا العرب وحلا من تقدير تهدي لو كلا فصلي أو فعل جا دبي يا غدي يا نون تو يسكب لجاي هنا أرجعني تقدير تهسلو كلا فصلي أي أو وأول جماعة حذفا أما ياء المؤنثة المخاطبة صدى ولا يسدنك لا تسمعن معرب ويا مركز نون توحي مبني كدي لفظا وتقديرا مرك أي فعل كلا باشرت آخرك نون نسوارا مربا هدي أي قشو فعل سكون أي الغب بنين شرطنا مالي
وايو نون نسوهاني وفاعل ما والنائب الفاعل فعل قدب يا قديس إني لحد رسالة اللازم لقبا وفصل كريو سيدا يوجد وفعل أمر أمر فعلي ومضي أمر تقو عضف ومضي ماضي فعلي بنية ولا بنية ألف تعرف الإطلاق ويانا وفعلك النائب الفاعل كي وضمير مستطرة وفعلك أنقوني عبرنا وفعل أمر ومبتدأ مضاف إليه ومضي مضاف إليه ويانا ومضاف كي بألقى حثي وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبغوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم مضاف إليه مضاف كي أنت أيك حتفان وحزو لولا مضاف إليه جركي سئل الله باقييره هو مضي وفعل مضي بوهاي فعل جي أي لحد في مضي نجركي بالله باقي سلا إلا يلانا ويسورو بكتب الشروط ما يكون سورو له بنيا فعل جا مجهول خلوه بنيا نائب الفاعل كي ألف تين غني مركا ومعنيه هو نقول يا وفعل أمر فعل أمر إيه ومضي فعل مضي ماضي فعل جي بنيا لا بد فعل ولا بنيا وأعرب وحي إعرابين والجماعة يو نقول يا عرب عليه لا لغة دي ويو حلقة هذا اليوم هدي عرب لي هذا عرب ما ين أقولين إعراب وحلي هذا إلا عربت اللغة هذا اللي بتجينا يا قواعد الله سمينا يا وعربت الجاهل إذا هاي ذا القرآن كمركي أسود جاي يشوكتي ما هدي سيدا بي هذا عربت الجاهل إذا هاي عرب ما ين أقولين أعربوا بمعنى نطقوا معربا أي معنيه النقول يا أعربوا ويا عرب أي نطقوا معربا سوى معربا يكون هذا لين مضارع وحب الله والجماعة النحويين اللي عليه اللي يلاهو أعرب النحويين وإعرابين هي النحويين وحما أيان إعرابين عربا وحي إعرابتي لكن النحويين تقواعد يدجيين معنيه وحن نقول يا مركي أنا أعربوا مضارعا حكموا بإعرابه معرب نمدي سيحكمين النحويين إنه معرب يهي يحكمين معنيه سيدايو نقول يا ووضع ضمير كاباشا اللي علينا ينا مفهوم من السياق بليلة من سياق الكلام هذا الكسعود كيسا لقى قرتي ما دام النحوي يلقى هذا لي هي اللغة عربية وهي واحد الشيء اللغة العربية عدة إسكالنا عربوي سيدا يا ضمير كاللغة علي عدة معرب نماء مبن نماء حكم النحويين وهي سيدا يا اللغة علينا وأعرب وحي إعرابين مضارع المضارع يا إعرابين إن عري مضارع وهدئ قاوناده من نون توكيد أتكين نون تهدئ كقاوناده نون تا او مباشر كدب دغن ومن نون اناث ديغان نون تيده هديو كقاوناد ا كيرعنا منفوتين فعل مضارع نون الاناث ان كقاولين ايو مثاليه يرعنا فعل مبني وي مضارع ومبني وحلو بنيه نون الاناث ايا كدب دغن مبني على سكون لا محل لهم الاعراب نون تنوا فاعل معنيه روح نقول يا يروحنا ويرجعين يا ندور كمان روح يفوتين الله امتحاني يعني معناه واحد ويان هالدولار صبر بدل الجمية قانو مصيبة هدي روحي أي كل عضو إنا يصبر سيانو يرهدان هالويل كاري ود انتي اسكار على هوا نيو هو صبر الله كوسيو دمر كلامي قانو إنا يويانو يسيو على روحي يا أطبيعة معناها تسينيا كي يروحنا دمر هو يرجعين يا ما روح يفوتين الله امتحاني سلا هو معن معنى الله بعض واحد ويان من فوتنا بهن روحي أيها الجعل علي أرجع حين يانه هو اللجوين يان وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم وكل حرف حرف دمانتي مستحق مذ متيوي للبناء بن متي والأصل سر أصل كأثل مبني مبني وأصل أن يسكن إلى سكونه ومنه مبني أن يكمد ذو فتح فتح مد صاحبه وذو كسر كسر مد صاحبه وضم ضم مد صاحبه كائن إيا وأمس إيا وحيث ويانا والساكين كرهبن كموي وحكسوا هذا المصنف كاسمك معربك إيا مبني فعلك معربك إيا مبني حرفك أيوك هذا المصنف كوحو ليه حرف دنوى وذا مبني والحرف مستحق للبناء وكل حرف مستحق للبناء حرف دمانتي بنو مطي بس حرف معرب مجرور متفق لما يكون له ذهي انت بدول اسكوا فقسي هي نائب الفاعل جار مجرور هدي النقض فعل ايام مجهول لو بنيي وها نائب الفاعل النقض جار يا مجرور مجرور كايا نائب الفاعل سيده حقيقه جار كنا محل اعراب كما له حرف الجر فر شيخ لي هذا وحلي هي ما هي حرف الجر كان نائب الفاعل ومحل رفع يال هل كان موضع أي وحوقا خلافك كتيرة انت قال حرف ودوه وذا مبني متفق نوي موضع عاصرة وضعيفه
فرق قولك ولا جحوك بذيها حرف مبني ويا سبب كنا واحد ويان حرف مباهنا مجل يسوا حرف معاني مختلفة وإعراب وباهني معاني تستانك وتصيو إعراب وباهنا يو حرف الجلميس ما له ذي معاني مختلفة جل إني إعرابنا وحلوك هنا معاني مختلفة إلا إسكت تصيو هي حرف مبني ويا لما أنتي بينه أسهل إليه كمان أبوحه أنت مركو شيء كذب أيه وش شيء مصنف كقاعدة لما يستنده كله قاعدة واحد ويان اسمي يو فعل هي حرف إسكو ضدر ما على وحي مبني اسمي قبناها فرع بوكوها فعلها بناها أسهل يكوها إلا لكن قيبها كبحري حرفك بينه أسهل إليه وحنا كمبني اسمي يو فعل هي حرف واحد استأول الله بنين يو وهو أصل السكون إلا وبنيه إلا السكون يا أصل هذا يا غد سكون أصلها هذا سكون كلام اللازمين قارئ يا فتح الوبنيه قارئ يا ضم الوبنيه قارئ يا كسر الوبنيه لكن كسر كوبنين ضم كوبنين فتح كوبنين فرع ويانا أصل ما أها سيدا يوجد فرع ويا مر هذه الليلة هو الويديني اسمي أيا لبنيه سكون أيا الوبنيه هل سؤال الويديني لما بنيه اسمي أنا حال وبنيه صنفك كسر جوابي لشبه من الحروف المدني حركة هذه اللي قبنا يا اسمي اسمي ومبني حركة أنا اللي قبنا سدح سؤال يا الويدين لما بنية حلو بني يا اسمي أنا واتكن جوابت اللي شبه من الحروف المدني ولما حرك كوتال محلو حركة سكون محلو قبنا وين سكون أصلا محلو قبنا ينيو واتكن جوابت لفت هذا الجواب إلى ذا ولما اختيرت هذه الحركة هذا الله حركة أي حركة صارت محلو دور فتحة هذه صارت هي فتحة محلو دور تكسر اللي قبنا وين الويدين كسر هذا إسارات هي فتحة أما ضمن محله بنين وين لفت هذا الجواب إلى ذا خدري أترينا يا إف فعل هذه لبنا يا سكون الله بنا يا الإسويدين مايو أصل بقول إياه فعل هذه لبنا يا حركة الله بنا يا لما سؤال إياه الويدين لما بني الله ويدين كنا يو فعل إن لبنا يا أصل يقول إياه حركة هذه الله بنا يا حلو ويدين اللي ما حرك ولما اختيرت هذه الحركة حلو بنا حركة الله بنا يا سكون الله بنا وين حركة نجار أهاند محله دورت حرف مسجد وكله وكاب وكل حرف حرف لما أنت مستحق مد مطي واجب سدي ويلي البناء بنو واجب سدي والأصل أصل في المبني مبني وأصل أن يسكن إلى السكون يوي ومنه مبني أن يكمد ذو فتح فتح مد صاحب وفتح له بنينيو وذو كسر كسر مد صاحب وضم ضم مد صاحب كأين كيف فتح له بنيوي وأمسي كي كسرها له بني والساكن كرهبن كموي وحيث ده كيف ضمها لقبني والساكن وكره بني سكون كلقبني يينا كم ويه أو كم سكون أيه كبني سنتاي إشارة كلا نوجر تايو كم تا لبا استعمال بين عربية ده كله إذا هي مصنف كاكيني دونا استفهامية هي خبرية خبرية ده وحي تستا وحلا بضينا يو إسلامر كان مجهولة أو كم ملكت معناه ده وحي النقون يا كم إن بضان أيان ملكت ملكي وحب بضان الملكي ننفان أيا أيا استعماله كم تاني خبريو كو وضعيو معنيه وحا ويا وساكنو كان سكون كالقو بنين ايه لا سكونين ايه ايه سكون سن كم فربضنا ابدي ايه كاسي والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لنا هذا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزما فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمر والرفع واجعل نيل الرفع والنصب رفع يا النصب واحد كي يشاء اعرابا اعرابيا الاسم اسم اغيل هو فعل فعل نحو لنا هاب وياني والاسم اسم قد خصص واحد لو خصص بالجر جر اي لو خصص كما قد خصص الفعل وفعل بس اذا لو خصص بان ينجزما ان اجزمه فارفع رفع بالضم ضمك الرفع وانصب النصب فتحا فتحك النصب وجر جر كسرا كسر كجر كذكر الله عبده يسر وياني واجزم كجزم بتسكين سكون كجزم وغير ما ذكرك الله شيء وحي أنا هين ينوب النائب النغني نحو جاء أخو بني نمروي هل كان يقول شيء يا مصنفك أصول الإعراب ألقاب أقسام الإعراب هي أصول الإعراب هي النواب الإعراب سدحنا قيبة يرواء الأقوش أقسام الإعراب إعراب قيبه سوى أفرة رفع نصب خفض جزم رفع نصب خفض خفض جر نوالي هذا جر بسريين يا استعمالا خفض كوفيين يا استعمالا معنى أهان اسواح بأوضان إيوه جزم أفرت أقسام الإعراب إيا اللو يغانا
أفرتان أقسام الإعراب كلو يقان وحن صوم الرأي كلمويك وسدح إنا يهين سدح لا واحد معرب كيوا اسمي يو فعل مضارع كلمة ذا معرب نقطة والله بضع قيب أكريا وإياه رفع النصب وخفض جزم سداء كلا ليهين اسمي يو فعل رفع إيا النصب المشترك ويانو وذليهين والرفع والنصب أجعلا إعرابا رفع إيا النصب إعراب اسمي يو فعل أغيين ويوذليهين واسمي والله رفعية وانا الله نصبية فعل مضارع والله رفعية وانا الله نصبية وإياه خفضي جزمنا ويكلا ليهينو خفض اسمي أقولني أولا جزمنا فعلي أقولني أولا أصول الإعراب وحنجي إلى أقسام الإعراب يا اسمي يا فعل سيدا يؤكل ليهين انت أيوك شاقي كذبوه راعي أصول الإعراب وحلو يقانو إعرابك أصل أوليه رفع وحو أصل الضمة وكلمة الله رفعنا يا اسمي يا فعل متكي دونتا هنقوط يا الضمة إن لو رفعي أصل نصبنا فتحة واصلة جرنا كسرة واصلة جزمنا سكون يا أصل الله أفرتان أصول الإعراب أي اللي يقان نواب الإعراب انت ويحي كسوهاريوي اسم الله كلمة الله رفعنا يو ضمها هدي أن لغو رفعنين واو لغو رفعيو أما ألف لغو رفعيو أما النون لغو رفعيو واو ذا إيا ألف تا إيا النون تاسي النائب ويانو أصل الرفع أي نائب كي هاي الضماء كلمة الله نسبين يا فرحة إن لغو نسبية أصل فرحة هدي أن لغو نسبين الالف لغو نسبيو اما كسره لغو نسبيو اما ياء لغو نسبيو اما حذف النون لغو نسبيو نائب ويانو فتحدي اي نائب كيهي كلمه لا خفضين يا وها اصل كسره الا لغو خفضيو كسره هدي ان لغو خفضين ياء لغو خفضيو اما فتحه لغو خفضيو نائب ويانو كسر نائب كيهي كلمه لا جزمين يا سكون ان لغو جزميا اصل سكون هدي ان لغو جزمين اي حذف لغو جزميو حذف حرف العله أما حذف النون لغو جزميو نائب ويا سدا ايو ودا وك والرفع مفعول مقدم ويانو اجعل المفعول كيدي هوري وي اجعل لما مفعول اي قادتا كي هوري وي اعراب النواكي ذنبه فعل نون توكيد لغو اكلي عن معمولك ان لا هرمري لما اوكلا سببك وحا ويان جمله سي غار اهانيد مقصود ان اوغ يحي او فعل دن غار اهانيد لغ ليهي اي نون توكيد كتستا من هذا فعل مقصود في جمله سي غار اهانيد اوغ يحي اسغ ان لا هرمري معمول كيسا إن الله هرمريانا أصل معها بعد النحويين بطاطا ويديدين قال روح إليهن ما يغوى وبنائيه لك ولا في عيه سكستو اللي يرى هذا مصنف ضرورة النظم بو هرمري شعر بو ولا شعر كلا وهو البكوس وروبي مايه ما يبقى قال أي دنتك وخلفي ضرورة النظم أي هرمري ما يبقى أنه استعمال دون وارك دون ناي واجعلني يا الرفع الرفعائي والنصب نصب وحد كي يشاء إعرابا إعراب كي الاسم اسم أغيل يا وفعل فعلي نحو لن أهاب فعل لن نسبي وكا لن أهاب أهاب أو فعل مضارع لن هدي لك لي فتحة لو نسبية منصوب علامة نصب أنا فتحة لن أهاب أنا بقي ما يوي ما هي بيشني والاسم اسمي قد خصيص وحد لو خصيصي بالجر جر أي لو خصيصي كما قد خصيص الفعل وفعل بسيطة لو خصيصي بأن ينجزم إن أجزمه لا جزميه فارفع بالضم انت وفك جبحي أقسام الإعراب أصول الإعراب وأفر أي دون يا إن كوشة ضمة فتحة كسرة سكون فارفع رفعي بالضم ضمك رفعي وعلى واحد رفعني الضم إن لو رفعي يا أسلا وانصب النصب فتحا فتحة النصب وحد نصبنا وجر جر كسرا كسرك جر وحد جرنا رفعي النصب يجر لغو رفعي الضمة لغو نسبي فتحة لغو جري كسرة أي مثالي كذكر الله عبده يسر ذكر الله إله سدي عبده أدونك أحص خير ولا كشيء يسر أدونك فرح جلين إله دو أدونك خير كشيء هي أدونك كفرح يا أرنكاسي ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر الله ذكر مرفوع ويا ومبتدأ علامة رفع هذا هو الضمة الله مضاف إليه ويانا ومجرور علامة الجر كان وكسرا عبد مفعول به ويانا ومنصوب علامة النصب كان وفتح يسرنا وفعل مضارع ورفع سنه علامة رفع على الضمة كذكر الله مصدر مضاف لفاعله ذكر الله إله حسدي عبده أدونك أحسن يسر أدونك فرح جليني مصدر مضاف لمفعوله إن لقد عبدنا فاعل لقد أنا وبناته لك وضعيف ويوم مصدر مفعول كيس أنت الله إضافيه فاعل في رفع سن إلا قصيدا بيسي أرن لي قانا ما أها بعد نحويين ويدي ذيان
واجزم كجزمي وحا اجزمني بتسكين سكون كجزمي وعلى وحي اللي جزمني يا سكون إلو جزمي يا أصلا وغير ما شيء غير كيدو كلا الشيء كلا الشيء وحي آل هين وحي لا رفعي الضمه هدي ألغو رفعنين وحا الله نسبي أفتح هدي ألغو نسبين وحا الله خفضنا يا كسر هدي ألغو خفضنين وحا الله جزمني يا سكون هدي ألغو جزمين ينوبو كاو نائب نغنية نائب وياري أصل معها نحو جاء أخو بني نمر جاء فعل ماضي أخو فاعل بني مضاف إليه لماذا مثال أيون دون يادن كليه أخو إيه بني أخو مرفوع ويا وفاعل ومرفوع علامة رفع هذا ضم إلى نقطة يا أخي وأصل قوته وهذا ضم إلى الرفعية ضم لو مرفعين إلى واو إلى الرفعية نيابة عن الضمة ضم واو النائب كيه بني مضاف إليه ويانه ومجرور علامة الجر كسراء ونقطة أصل أخي كسراء لو مجرين يا أبا المجري نيابة عن الكسرة جاء وحي من أخو بني النمر خي بني النمر ولا الخوذ أيامي وارفع بواو وانصبن بالالف وجرب ياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بان اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نفسهن اشهر وارفع كن رفعي بواو واو كن رفعي وانصبن كن نصب بالالف الف كن نصب وجرب ياء ياء كجر ما وها اصف انت المامي دون من الأسماء أسماء حال يكمديها من ذاك كانت الماما يأي يكمديها ذو لفظها إن أبانا وهدي أموجي وصحبة صاحب نما أبانا هدي أموجي والفم فمن واكمد حيث ميل أيوك كمديها بان أوفق هذا الميم من بان أوفق هذا منه فمك أكفق هذا أب إيا أخ إيا حم كذاك أيقنا والمد وهن هن والمد والنقص نسقى من في هذا الأخير كم دنبال النسقى من يابا أحسن ونكبدا ويندر نسقى من تنادر ويان في أب إيا وتاليه أب إيا لبدا كحيقة وقصرها مقصر كدقيدي أيا أشهرك عام لمبضا من قص من نقصهن نسقى من توضع أيا كشهر بضان تهي باب النيابة أيها الكتب الله بي مصنفك نيابة تضوب باب أيا قشاء تضوبها باب شان أسماء ويا لبنا أفعالوي شانت أسماء هيدا يسوهر بي شانت أسماء وأسماء الستة تثنية جمع مذكر الصالب جعلوا أن تصال يوم الله ينصرف شنطة أسماء ويا لمن أفعل ويانا وفعلك معتل الآخر كا يو أفعال الخمسة نيابة تضبط باب إيه قشا أسماء سهر مري وأشرف بدانتاي أسماء ست سهر مري أسماء ست سهر مري ومفرد قل يها كلين مفرد ما هي جمع يوحاسي نقضان قار كم ذي يعني قار مفرد وجه ما لا ينصرف وكلين ولقي جمع موضاها قال يا جمع قال نوى مفرد لكن انت قال هو مفرد اما تثنية انت قال هو جمع نوى اما تثنية اسماء الخمسة اما اسماء الستة وحلي يرهذابة ومفرد ايضو مفردة يهدر باب النيابة كتران سببك باب النيابة اللو قلن يوحا ويان مفرد ها هذين حق معناها اي حق اللفظي قبا تثنية اهم بيكيهين وصيدة تثنية هانا يوحا ويان ابو المركة اللي يرهذو ابك لازم ابن ما ماشي جوه ابن هدوسا جنين اب ايماني مايو دور فحال يرى هذا محمد واحد دور لي دور يتسلسل اي الله غيب وغيب سما دور سبقيه يا دور معيه دور كسبقيه لا يجوز وحبنان ما لكن دور كمعيه وبنانيه يعني هل شيء انه هل مره اسلو ودا دحو لبا اريمود هل مره ودا دحاي ميد با ميد كلونه كو تاغان يا واحد دحي كرو هي انو ابان هي ابا غور ما نوقدي مركان انو دالي انو غان وا ابني انا ابان هي أبن مل ما هيلين إلى ابن مل هيلين ابن مل لا ما هيلين إلى أب لا هيلين وإيش كحيرين هلا جهل مري ولا تعالي دور معي بالي رهلا يواجهيز دور كسبق يا أيام بنانين أنا يا إن لا إيه هلو وحي كحيران تاعي هبل جوجي تانكي هبل وين وجهه الرئي هبل جوجي تانكي أنا وحي كحيران تاعي أنا جوجي تانكي لا يمكن لا يمكن كام سروبي وياه مركا إب ابني أبن وهو لازم سنة يا ابن الله الله ويانا قرى ابن يا أبي والله شيء وتثنية حاجة معنه كي يهي أخو إيا وحسن والله بيد أيهونا حاجة اللصري قانا لما اسمي ويانو أسماء ذاني هدي عن الله إضافينين مصنف كاسو وضايا شروط بيطو لح شرط بي إليه شروط إليه وحكا بيد أسماء ذاني ما هو إلا وضا إضافي هدي عن الله إضافينين حرف لما إعرابي هي لما اسمي مركة لإسو إضافي ومضافي ومضاف إليه والله اسمي جانب كارب ثناء هان أيو كي يهي سيدا يا حلو الحقيقي اسماء النيابه الاعرابيه اسماء سوى لحس ولحسمي
وهدي هان لو درو لهدا اسم شروط بي ليهن مصنف كاسو ودا لبا اسمي بو سيغار اهاناي شروطوده او شيغي هادير وذو يفهم ذو ده هل شرطي بو ليهي شرط كلي لو شرط مايو هل كا شرطي هدي لهلو اسبا او سيتو كوتيرسن يهايو حاله رفعه واو ايا لو رفعيني حاله نصبده الف حاله الجركنيه هل كا شرطنا وحا ويا ذو ده بمعنى صاحب وانو يهي ذو بمعنى الذي أياجر هاي رهيطين من ليره ذا إيوتان كاوا إنو صنعين ذو ذو إنو بمعنى صاحبي هاي ذو مال بمعنى صاحبي مال هل كا شرطي بوليه فمن الله شرطي بوليان دوراية مت كميدو الشيء مصنف كاوا حويا فمن ميمت أضم وإن لقويا وإن فمن الله هنا فو أما فا أما في وإن ليره ذا فم يو ذو من هل شرطي بو الشيء أسبادة كلاسة شروط أي لذا هي وصوا ذا مصنف أسباب الشن اسمي وكمدة هن كموية شن تكلم حروف تاع إلا يعرب ولا يقان أب يا أخ يا حم سد حذان أنت حروف تلا جد أيو حركة مقدرة ألف أنت اللون لازمه حركة مقدرة إلا يعربه أقول إذا جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك واحد عكر أسوله يعني ولا قف في عيني هاي وحابسي لفت إذا سروبي كنا حركة ظاهرة إن لا إعراب هو شروطي لما لقى هيو حركة ظاهرة آخر كودة إن لا إعراب إلا يرهده جاء أبوك رأيت أبك مررت بأبك إلا يرهده ويدع كرت لفت إذا هن وحاو ناكسان حركة ظاهرة إن لا إعراب وإلا يرهده جاء هنك رأيت هنك مررت بهنك حركة إلا حروف إلا إعراب حالة رفع هذا ألف لغو رفعي واو لغو رفعي حالة نصب هذا ألف حالة الجركية ويسروبك تواسل اللي قف في عيهي ألف إلا لازم الله اختي لواسر وذاهنك ما سبضنا أب ويريهي أحيان ما هزو شيء وارفعك الرفع ارفعي إنسبا يجر سدح فعل ويتنازع يانو ماذا مفعول به يكون تنازع يان كم ضمبسي سدح ذهرين كحدث على مذهب البسريين بسريين مذهب كذا صلاة مصنف كالصورة وارفعك الرفع بواو وواو كالرفع وانصبا النصب بالألف ألف كالنصب وجر جر بياء يأكجر ما وحا من الأسماء أسماء الحال وكمديها أصفه أنت المامي دون أصفه من الأسماء جربتك حاله ويانا أصفه مفعول كيدو حتفن أي حالك يه أصفه هو بوحام رأي ما وحا أصفه أنت المامي دون من الأسماء أسماء الحال وكمديها من ذاك كان أنت المامي يكمديها ذو لفظك إن أبانا وهدي أموجيه صحبة صاحب نما أبانا وهدي أموجيه معناها أتسين يا صاحب نما وهدي أي نقط والفن فمن واكمد حيث ما لا يكجمد يهي بان اوفغادو حيث ما لا يكجمد يهي الميم ميم بان اوفغادو منه فمك او كفغادو فمك واحد ميم تلغا غويو ابن يا واخ يا وحمل سدخداني كذاك ايغونا لميد وي وهن هن لميد ويا هن مبتدا خبر كي احد فن وهن كذاك والنقص نسقام من نقص و وجيدا حرف كي لا اعراب لهاي او دنبه وودا يا الفت يا ياء انت لا حذفو حرف كي كوري حركه ظاهره ان لو اعراب ولا يراهدو أبوك أخوك أبك أخك أبيك أخيك سيدا إلا يرى هذا حركة ظاهرة إلا إعرابه نقصك سيدا يوجي له والنسقى من حرف كي أضم بإلا إعراب لها اللي يحدفه تاسكو هذا والنقص النسقى من في هذا الأخير كم ضم بإلا النسقى ميه وهنك هنك هنك اللي يرى هذا أحسنك يا ونك بذا هنك إلا النسقى ميه حركة ظاهرة إلا إعرابه يافيعا وفي أمين وتالي ويندر النسقى من تنادر وي حركة ظاهرة إلا إعراب النادر وي في أمين أب وتالي ييه أب لبديك حقي أخي حموي سد حدا النسقى من إلا إعرابه وأبو كي أبا كلي لهذا نادر وي وقصرها مقصور إلا قدقه قصر يوجد ألف إلا لازمه سيدا موسى أوكل ألف ولي قلتها جيهي إن ألف لقلتها وحركة مقدر إلا إعرابه جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك سدا إلا يراهده وقصرها مقصور كدقيد هذا أشهر مقصور خديجة عن مبضن من نقصهن نسقى من تلك عن مبضنته يعني إلا النسقى ميو حركة ظاهرة لا إعراب وحكم مشهور سن وكوراك سن إن ألف لقوتها وحركة مقدرة لا إعراب وسيدة أيوة شيئا والله أعلم صلى الله عليه وسلم.